أهلا بكم من جديد. أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الذي نظمته إدارة الموارد البشرية في الهيئة على أهمية هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من الملتحقين ببرامجها التدريبية والأكاديمية بدبي من أجل اكتساب العلم والمعرفة والمهارات الحياتية التي تصقل مواهبهم وقدراتهم وتساعدهم في التعرف إلى أدوات وأساليب التنمية الذاتية الحديثة. وكرمت هيئة الصحة بدبي نخبة من المتميزين في البرامج التدريبية والأكاديمية التي تتبناها الهيئة كبرامج طب وعلوم وبرامج أطباء الإقامة والامتياز وطب الأسنان والتدريب الصيفي، وذلك خلال ملتقاها السنوي الأول للطلبة الذي نظمته بمكتبة راشد الطبية لتعريف الطلاب بالتخصصات الطبية وأهمية مهنة الطب والاهتمام الذي توليه الهيئة لجذب المواطنين الانخراط في المهن ضمن برامجها المتعددة في هذا المجال. واختتمت ضمن فعاليات الملتقى أنشطة برامج التدريب الصيفي الذي يستقطب خلال العام الجاري 141 طالبا وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، تم تدريبهم على مدار 4 أسابيع في مختلف الإدارات والأقسام والمستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي.